شوفوا الدجاجة كيف مرسومة رسم فريكة نص كيلو، منلاحظ إذا فيها شوائب أو بحص نفضيها. فريكة ما بتنتقع بس تنغسل غسيل. معلقتين سمنة، 3 حبات بصل مفرومين بهذا الشكل. بعد ما دبل عندي البصل بضيف الفريكة. بسم الله. معلقة صغيرة فلفل أسود، معلقة كبيرة بهارات ماجي، ضيف عليها المي، صفي منها شوي عشان احشي فيها الدجاجة. نوطي عليها الغاز على الأخير، غطيها شي نص ساعة. نص كوب زيت، معلقة صغيرة ملح، فلفل أسود، كمون، بابريكا، زنجبيل، أوريجانو، ثوم مهروس. حركهم بشكل منيح. بدي احط من التتبيلة بين الجلد بين اللحم. شايفين التتبيلة وين صارت؟ حط التتبيلة على الوجه. نجيب الفريكة اللي طلعناها من الطنجرة ونحشي الدجاجة من جوا ونربطها بالخيط. نشغل الفرن من تحت فقط، حرارة 180. تاخذ معكم ساعة وربع تقريبا. كل نص ساعة بنطلعه من الفرن وندهن الوجه. بسم الله. اللوز مهترية هري ورايحة نيفة.